هاي واضح. في يا بنت انت حد كلمك؟ عارفين جزء مني بس مش 100% يعني. انا شخص عاطفي جدا يعني، ابان ان انا قويه وكده بس انا عاطفيه جدا، عاطفيه يعني. لازم اول ما اصحى اكل حاجات مسكره جدا يعني، لازم اكل يعني عسل، بعدين عسل، لو ايس كريم موجود اكل ايس كريم، لازم فاكهه، لازم يعني لازم حاجات مسكره قوي اول ما اصحى، وما اعرفش السبب، ومودي عمره ما بيظبط غير لما اصحى اكل حاجات مسكره قوي، ما اعرفش يعني. كان في فيلم كده بتاع مخرج ياباني اسمه هايو مايازاكي، بنت صغيره كده اسمها بونيو، شعرها كده قصير، وهي كانت سمكة وبقت تحولت لإنسان عشان حبت ولد صغير، هو ده الدور اللي نفسي أعمله. العفوية اللي أنا فيها، عندي عفوية كده مش عايزة أتغير خالص. أكبر مصيبة عملتها مش فاكرة بس أكيد كدبت كدبة كبيرة يعني. إن أنا اضطر أتعامل مع حد انا مش بحبه مثلا، ببقى مش عارفه اتعامل ازاي وببقى متضايقه. اعتقد كليوباترا كنت هبقى حابه امثلها قوي برضو. اكتر حاجه بخاف منها ان انا افشل وما اقدرش اتعامل مع الفشل ده، ان انا ما اقدرش اقاوم نفسي تاني، بخاف قوي. نفسي ابقى امه طبعا، ناويه على ده قريب، ناوية على ده قريب بقى ما اعرفش يعني، بس يعني لو بكرة اوكي، لو لقيت الاب المناسب اوكي، لو بعد 100 سنة برضو اوكي، بس انا لازم افكر ان قبل ما ابقى ام ان الطفل ده لازم اختار اب صح.